أعمل هو ما بس أفزر ما في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله وكل أتوه داخرين فترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء فهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكفت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أحفظ القرآن فإنما يتلي لنفسي ومن ضل فقل إنما أنا نذير قل إنما أنا من المنذرين فقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها أما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نسلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل آلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يهذرون ولكنا فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا قاطعين إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا قاطعين فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين